بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أغنى رجل في بابل من الكتب اللي تعلمك النجاح المالي. النجاح المالي مرتبط بالتفكير، بالمعرفة، مش مرتبط بتقبض كام، لأن أنت ممكن تكون بتقبض مبلغ كبير جدا بس مش ما بتحوش. بمعنى ممكن تكون أنت بتقبض 1000 جنيه وبتفطر فول وطعمية وبتاع، حصل لك زيادة رهيبة في المرتب بتقبض 10,000، فأنت أوتوماتيك بقيت تاكل كنتاكي وماكدونالدز وحاجات زي كده، فمش ما بتحوش، ما بتعملش حساب لأي دروب بيحصل. كان معانا واحد 7 سنين في الخليج وحصل دروب قال له انزل، فبقى يبكي. ليه يا اخوانا؟ كان مرتبط بالماركات، كان كل ما ينزل حاجة، كان معاه ايفون 6 وشغال وزي الفل، ويروح يجيب لك ايفون 7 اول ما ينزل، فبقى مرتبط بكل شوية يجيب الهدوم، ولازم ماركات غالية جدا، حاجة غالية جدا، برفانات غالية جدا. ف مش هو ده الصح، الصح الوسط، يعني ربنا بيقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون المعلومة محصورة. فهو لازم يبقى فيه توازن، لازم يبقى فيه نجاح مالي، بحيث إن أنت تقدر يبقى عندك احتياطي. لازم بقى لازم تعرف الموضوع ده. الحمد لله طول حياتي ما صرفتش فلوس من حد خالص، يعني لو صرفت يبقى هو مثلا ايه يوم، يعني معايا فلوس في البيت هروح اجيبها واديها له، او اشتريت حاجه هديها لك بكره، انما اكتر من كده مفيش. ما بشتريش حاجه بالقسط، معايا بشتري، معيش خلاص مش هشتري. تمام. القصه بتدور حوالين ايه؟ القصه بتدور 2 قاعدين مع بعض شغالين، واحد حداد واحد نجار حاجه زي كده، فعد عليهم اغنى رجل في بابل. فالراجل بيقول ده هو الراجل ده مش كان معانا في قلب التخته في الفصل؟ طب ازاي بقى غني؟ طب ما تيجي نروح نساله. فروح انت لقيت كنز ولا سرقت ولا ايه؟ قال لهم لا، ده هي خطوات بسيطه اللي يقدر يعملها، قواعد للنجاح اللي يقدر يعملها يبقى غني. القواعد دي صعبه، مخالفه للقانون، مخالفه للدين؟ لا. فقالوا له مع الحاجات، تمام، بين قوسين في بعض الحاجات خاصه بالربا ابعدوا عنها، يعني في حاجات تسلف فلوس وتاخد حاجات اكتر ابعد عنها عشان دي حرام وبتدمر الاقتصاد، وابعد عنها تماما. تمام. طيب خلي عندك قاعده كده على اساس ان انت يبقى ماديا مستريح. لازم تحوش عشر المرتب بتاعك. تمام. يعني من كل 10 عملات بتدخل لك لازم عمله واحده تحتفظ بيها تستثمرها. تمام. دور على مشروع استثماري. الفقير الفلوس بتيجي بتصرف، لا انت حتى لو انت بتقبض اقل من اي حد، بس 1% ده ممكن تستثمره، مثلا تشتري حتى خاتم ذهب سعره يغلى يبقى موجود معاك احتياطي، تشتري حته ارض وتخليها على جنب. لازم تبقى كده. بعد كده لازم تتحكم في النفقات بتاعتك، حاول تفرق بين النفقات الضروريه اكل وشرب وايجار وحاجات كده والرغبات الشخصيه. برضو من ضمن حياتك كويسه جدا عشان يبقى عندك استقرار اقتصادي ان انت تستثمر الثروه بتاعتك وتنميها، او لازم يبقى عندك حاجات تربح منها، وحاول تحافظ على الفلوس بتاعتك من الضياع، وحاول تفرق بين الاصول والخصوم. تمام. يعني سيبك من الحاجات اللي بتدرسها في الاقتصاد، الاصول الحاجه اللي هتجيب لك فلوس، الخصوم الحاجه اللي انت هتشتريها وقيمتها هتقل بعد شويه. يعني العربيه اعتبرها خصوم، لان انت بتشتريها مثلا ب 100,000 بعد كام شهر بتقل ثمنها، فده يعتبر خصوم. امتى تبقى اصول؟ لو انت عرفت تاجرها وعرفت ان انت مثلا تستثمرها كبر او الكريم والحاجات دي بحيث انها تجيب لك دخل. تمام. فدي من اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها. لازم تحافظ على ان انت تحوش مبلغ بالمال، ان انت يبقى عندك فهم القواعد الاقتصاديه، ان لازم يبقى عندك لازم تعرف ان تبقى عندك زهد في المال، ما تخليش المال اللي هو كل حياتك، لا لازم تعرف ان المال ده هيروح معاك للقبر، فلازم تبقى هو زي عبد عندك او حاجه ثانويه، ما يبقاش هو كل تفكيرك فيه فتلاقي نفسك بتضيع حياتك. يعني لازم يبقى فيه توازن، خلي الفلوس دي في جيبك في البنك بس مش في قلبك، لان هو لو بقى في قلبك هتبقى عبد ليه فمش هتستمتع بيه. فالكتاب جميل،
حاول تقراه، في فوائد كتيرة جدا، في قصص ظريفة. هتلاقي نفسك يعني أول ما تبدأ في كتاب كده بتقرا قصة وعمال تطلع بفوائد وعمال تطلع بحاجات كويسة جدا، يخلص الكتاب كده بسهولة من غير ما تحس إن أنت كتاب دراسي عمال تتعب فيه. لا، كتاب لذيذ، أنصح أي حد إن هو يقراه، وربنا يوفقكم. وحاول قدر الإمكان تبعد عن جزء الربا، لأن الكتاب فيه جزء كده ربوي، ابعد عنه عشان حرام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله.